تجار سوق الهالي في حلب عصب أسواق المدينة ومنبع تغذيتها بخيرات البلاد ومنتجاتها الزراعية من الخضار والفواكه، يعانون الأمرين في سبيل تأمين بضائعهم وجلبها إلى سوق الهال. هذا تبجي 60 محل سكروا مشان المالية، رجعوا حطوا علينا مالية من 4 ملايين 5 ملايين ل 11 مليون وما في قدرة. طيب نحن ليش المالية كلها علينا؟ طيب وبعدين هلا عم تحيلون على الأرباح الحقيقية على إيش؟ طيب على إيش عم تاخذوا علينا على إيش؟ نحن ما نحن مثبتين هو بسهولة، ما نحن مثبتين. عندي هالمحلات هدول مسكرون قابل كل شغلة من غلاء المالية وغير مالية. 60% من المحلات مسكرة، في عندك ناس بيشتغلوا بالأسبوع نهارين ببطلوا قابل كل شغلة، غلاء المالية وخسارة الرزق. نحن ما عندنا مزارعين تجيب لنا رزق مباشر لعنا. نحن محلاتنا استثمار، عنا أصولة استثمار موشرة هلكتنا البلدية والمالية والكل، نظافة ما عنا. معوقات كثيرة تحول دون وصول البضائع إلى مدينة حلب وأعباء مالية كبيرة جعلت أغلب التجار يغلقون محلهم في سوق الهال ويتوقفون عن العمل. شوفت عينك المحلات مسكرة، والله إذا تضل وضع هيك المالية سوق الهال كله بده يسكر، ما خرج حدا يستمر. في عالم يشتغل شهرين هون بس، ما كل سنة عم يشتغل. في عالم كل سوق الهال شغل مواسم، اللي بيشتغل شهرين ثلاثة بوقف موسم، كل شغل حمام موسم ثلاثة شهرين ثلاثة، شغل الشام شهرين ثلاثة، شغل حلب شهرين ثلاثة، يعني ما عندنا موسم كامل السنة كلياتها. الأجورات الرزق عم بيتأخر على الطريق، يعني الحواجز عم بيأخروا وعم بيجي كمان يعني متشرك الرزق أوقات وعم بيغلى علينا الأجور، يعني 800,000 835 ما عيطينا شيء، يعني نحن دافعين أجار المحل ونحن مشترين المحل نحن معمرينه وعم بياخذوا مصروفه. وضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، ومن لم يغلق محله اليوم سيغلقه غدا لا محالة، في حال استمر الحال على وضعه ولم يحرك المعنيون في دمشق ساكنا. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء.